الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك عمي. أول شيء يعني ربنا يصبركم على مصابكم، احكي لنا شو اللي حصل. الحمد لله، تقريبا الساعة 9 وشوية أنا ما كنتش في المكان، أجا الخبر أنه في استهداف لدار حمدان، جينا هنا يعني شهداء وجرحى، يعني كلنا مدنيين، لا في مقاومة ولا في صواريخ ولا في أي حاجة تذكر، والحمد لله لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم شهيد؟ يعني في أطفال في نساء لا زالوا؟ أطفال لحتى الآن تحت الركام 4، ما طلعناش ولا واحد، طلعنا شهيدة في الليل وهي شهداء 2، وضايل كمان ابن شهيد ابن البكر شهيد، هذا هم المنزل. كم طابق؟ المنزل مكون من 4 طوابق. طيب يعني رسالتكم الأخيرة، ربنا يصبركم أول شيء. رسالتنا إحنا باقون، يعني لن نرحل من هذه البلاد حتى لو أبيدت يعني كل شعب غزة، لن نرحل، سنبقى هنا، هذه هي رسالتي. ربنا يصبرك إن شاء الله. إذن هذه رسالة هذا المواطن المكلوم الذي استشهدت كل عائلته كما نشاهد، والذين يعني ارتقوا في هذا القصف الذي سوى كما نلاحظ 4 طوابق على رؤوس ساكنيها، منزل مدني مأهول بالسكان يتواجد فيه عدد كبير من المواطنين. نتحدث الآن عن 4 أطفال، 4 أطفال يتم البحث عنهم بهذه الطريقة، هذه الطريقة نظرا لقلة الأدوات. يمكن أن نشاهد بالصورة كيف يتم البحث عن الأطفال الذين استشهدوا ولا زال عدد منهم تحت الركام بهذه الطريقة بالأيدي، لا يوجد معدات، لا يوجد أدوات.